مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى أجندة الساعة. هذا البرنامج الذي نتناول فيه مختلف الأحداث في الساحة السياسية وشيء من الحلول والتحليل لهذه الأحداث. مؤخرا وبصورة كبيرة مجموعة من التدخلات في الشأن السوداني، كانت قد رأينا الآلية أو الرباعية الدولية وقد ابتدرت أيضا تدخلها في الشأن السوداني في جوانب مختلفة وصولا للاتفاق الإطاري رفقة الآلية الثلاثية. وأيضا شهدنا مجموعة من المبادرات مؤخرا في حديث عن المبادرة المصرية وعودة أبي أحمد وأديس أبابا من جديد لحديث عن مواصلة الدور وإحياء الدور الذي ابتدرته بعد ثورة ديسمبر. وقبل ذلك تدخلت جوبا في حديث عن سلام جوبا وجوانب مختلفة للتدخلات الأجنبية. فسؤالنا اليوم في أجندة الساعة، ما يمكن أن تسفر عنه هذه التدخلات الأجنبية والتدخلات الأجنبية ما بين الأجندة الحميدة والخبيثة؟ سعداء أن يشاركنا الحديث في هذا الموضوع الأستاذ الطاهر المعتصم، الصحفي والمحلل السياسي. مرحب بك وصباحك خير. مرحب بك أستاذ غيسير، ومرحب بالمشاهدين الكرام. نهاركم سعيد جميعا، ومرحب بك سعادة السفير الصادق المبيل. مرحب بك أستاذة، ومرحب بكل مشاهدين شاهدين وأيضا كل العاملين على أمر هذا البرنامج الجميل. مرحب بك. وبداية، عندما تحدث عن التدخلات الأجنبية وقبل أن نتحدث عن الأجنبية في حديث عن هذه الكلمة، نعرف التدخلات نفسها، ماذا نعني بالتدخل؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. في الحقيقة عدة ديفينيشن أو عدة يعني تصنفات أو تصنيف للتدخل. في تدخل، التدخل الأجنبي ده بيكون مشروع من الأمم المتحدة مثلا، وده في بيجي في مثلا في الفصل السابع، ده بيجي بدون إرادة الدولة، يعني مثلا ممكن يتخذ قرار يتدخل في منطقة بتاع النزاع دون إرادة، دون رغبة الدولة، دون طلب الدولة. في تدخل حميد داخل في الفصل السادس، بأنه يتدخل في دولة لحل نزاع أو لمساعدة إنسانية واقتصادية بطلب من الدولة. في تدخلات لا ما عندها علاقة بالأمم المتحدة، يعني في حاجة اسمها، في نوشن كده جديد طلع في بعد كوسوفو بالتحديد، مشاكل صربيا وبوسنيا، تعريف جديد سموه الريسبونسبيلتي تو بروتكت، اللي هي مسؤولية الحماية. دي بقى استعملوها الأمريكان في أفغانستان، واستعملوها في ليبيا، واستعملوها حتى في العراق. دي الناتو، يعني ما كان بقرارات من الأمم المتحدة. وكذلك في تدخلات لبيسكيبنج، اللي هي دي مثلا، دي بتخش مثلا لحفظ السلام في دول معينه. التدخل اصلا، في تدخلات اصلا تاريخيا، في تدخل بتاع الاستعمار والاسترغاق، ده انتهى طبعا. لكن برضه في هسه في العصر الحديث في تدخل، اللي هو ده لو مسكنا الكيس بتاعت السودان مثلا، السودان كدولة بتتفاعل داخليا، بتتفاعل مع خارجيا مع نزاعات، والعالم خارجي بيتفاعل معاهم. بمعنى شنو؟ في تدخل حميد، تدخل خبيث، في تدخل حميد بمعنى شنو؟ مثلا التدخل ده بيكون لمساعدة الدولة مثلا لصناعة الدستور، لحل أزمة تاريخيا. مثلا مسك السودان مثلا، كيف بتحسدوني؟ نتحدث عن السرد التاريخي للتدخل، ولا سنعود للحديث عن التدخل او السرد التاريخي للتدخل. ولكن استاذ الطاهر، عندما نتحدث عن هذه التعريفات المختلفه للتدخل الاجنبي وقوالب يمكن ان يسكب فيها اي تدخل، يعني من هذه السعه للقوالب التي تحدث عنها سعاده السفير، وفي حديثنا عن الجانب التاريخي يمكن يبدا ما بعد الجلاء ومشاهد مختلفه للتدخل الاجنبي في السودان. طيب، ابتداء السودان عرف تاريخيا بعلاقاته مع الدول الخارجية منذ السلطنة السنارية، السلطنة الزرقاء، وسنار دي كانت عديد من دول الجوار الأمم السابقة فيها، والمزالة دي استمرت لغاية الإمام المهدي، وشاهدنا كيف استطاع أنه يدحر المستعمر. بعد 56 وجلاء المستعمر من السودان، أيضا السودان تفاعل مع المجتمع الدولي. قبل الاستعمار، السودان نفسه الحكومة الوطنية الكامزمع شاركت في مؤتمر باندونغ
رفعت دول عدم الانحياز، كان عندها مساهمات في المجتمع الدولي والأسرة الدولية كبيرة. حصل انقطاع للسودان في سنوات سابقة، ودخلنا في عقوبات دولية، العقوبات دي صنفتنا كمحور شر، والعقوبات السودانية اللي عانى منها المواطن السوداني قبل الحكام بتاعنه بصور كبيرة. لكن أن تعلم أنه نحن لغاية العام قبل الماضي كان عندنا أكثر من 20,000 جندي من الأمم المتحدة موجودين في أرض السودان عشان يحموا المواطنين في مناطق النزاع في دارفور. أنا داير أقول أنه العلاقات بتاعت السودان مع المجتمع الدولي ومع الأسرة الدولية دوما فيها تدخلات قد تظهر مثل تصنيفات التي قدم السيد السفير، لكن لو لم تتح داخليا، لو الجبهة الداخلية ما متماسكة، لو أجهزة الدولة السودانية ليس لديها كل المقدرة على وضع الأهداف الاستراتيجية للسودان، دوما عندما تكون أجندتك ما موجودة بتكوني نهبا للأجندة الأخرى. بالتأكيد، ويعني دائما نتحدث عن هذه التدخلات إذا كانت حميدة أو خبيثة وفقا للأجندة، كيف يمكن أن يكون أيضا السودان في مأمن من الأجندة الخبيثة؟ في حديثنا عن ارتباط للواقع بالسرد التاريخي الذي ذكرت سعادة السفير. سرد التاريخ طبعا هو الحقيقة هو سرد شوية، بس لو سمحت خليها مش أمشي فيه شوية. تفضل. عشان في ناس بنتكلم حاسة عن إنه هو التدخل بتاع الأيدي الثلاثية والرباعية ده بيقول بيسموه استعمار عديلة، في ناس بيقول استعمار كمان، وين زاد فاري يعني استعمار عديلة. طيب، التجارب الإنسانية دي فيها الصالح وفيها الطالح. أنت كدارب التجارب الإنسانية حتى الديمقراطية ذاتها هسه هل هي من الإسلام ديمقراطية؟ تخبر دي ما الإسلام فوق الشورى، والشورى ده كانت محصورة في عدد معين من البشر. الديمقراطية التجربة الإنسانية بقت لكن صالحة للنظام، الحكم في العالم ونحن تضينا لإمارة الناس. التجربة الإنسانية دي من سنة 53 بالمناسبة، اللي هو الحكم تبدأ الحكم الذاتي، الحكم الذاتي. لا بس نتبنى هذا النقطة، كيف تنفصل التجارب الإنسانية؟ يعني هل هي من الإسلام أم تجربة إنسانية؟ كيف لما قلت لك التجربة الإنسانية دي لو بقت صالحة في صالحك أنت يعني تطور المواطن للمواطن صلاحة المواطن للدولة وسيادتها ما فيها لا غبار عليها. إلا يكون في مثلا في تدخل قال مثلا بتاع الأمم المتحدة في الفصل السابع ده استباح سيادة الدولة. اليونيو دي كان مثال، مثلا اليونيو دي في أقامت معسكرات في دارفور حتى كان محجور على رأس الدولة خشها. فدي هنا ده تدخل، ده تدخل تعرف خبيث يعني، يعني تعال تحل مشكلة منتمدة تقطع دولة من حتى من المركز يعني خشها. سنة 53 دي تجارب إنسانية، 53 أول حكم ذاتي في براي 53 أول سورة عمل للحكم الذاتي الإقليمي وتغيير المصير هو عمل ستانلي بيكر، ده خواجة تمام للجمال. بعدين أول انتخابات في نهاية 53 عملها كان رئيس انتخابات يعني هندي سوكوماسي معروف، وحتى الحكومة دي بالمناسبة عملتها مصر وبريطانيا، استعانت بخبيب باكستاني هو ضياء ميام ضياء تمام. حتى بالمناسبة 55 لما حصل النزاع في التمر في الجنوب استعانوا بخبيب فلسطيني اسمه قطران شوقيري قطران، يعني ده فلسطيني. فهذه التجارب دي ما لا غبار عليها. بعدين لما تجي لقدام شويه بتلقى مثلا في النمير مثلا في عهد النميري مثلا ال 72 في هذه السبب اتعملت في هذه السبب بوساطه في هذه السلاسي وساطه في هذه السبب من الكنائس الكنيسه الافريقيه والكنيسه العالمي وهذه السلاسي. فدي عمل اتفاقيه 10 سنين عملت هدنه في ممتازه جدا في، فدي هنا تجربه انسانيه يعني ما فاتنا ثلاثه. بعدين هو ذاته المشكله يعني حتى بعد ثلاثه في حتى استريح بالمناسبه عندنا مثلا السودان ده في خبراء قانونيين دكتور التراي محمد يوسف المضوي ده استعانوا بصناعه الدستور في الخليج. فهي التجارب الانسانيه دي، وبالتالي زي ما تفاعل السودان تفاعلوا العالم مع السودان، سواء برضه العالم مع السودان، السودان بالرئاسه برضه تكمل لكلام الاخ المعتصم انه السودان ده من الستينات، يعني مثلا في سنه 60 عشان نكون الفكره واحده، سنه 60 دي كان اول الستينات دي كان استغلت الكويت، وكان عبد الكريم قاسم كان حاول يغزو الكويت، وكان جامعة عربية عملت فرقة عسكرية السودان كان مشارك فيها. سنة 61 كان مشكلة الكونغو الإطار الأفريقي السودان شارك فيها. سنة 75 مشكلة بتاع لبنان كان في فرقة عسكرية بغتها عبد الوهاب حامد خليل. فدي المسائل دي مسائل يعني السودان برضه تفاعل مع
في مع الـ مع الـ مع القضايا خارج داخل بصورة عكسية يعني. فدي كلها تجارب إنسانية، ما في حاجة اسمها استعمار ويقول لك سيادة الدولة. سيادة الدولة دي بالتحديد انتهكت في عهد الإنغاز فيما يتعلق بالفصل السابع. ولذلك المتحدث عن الاستعمار قد يتحدث عن جانب آخر. لما نتكلم بتكلم في ناس بيروجوا حتى في المسيرات ويقولوا راس غندور وفوق راس غندور اقطع راس غندور، ده ما هو ده المستعمر. فهم عملوا برر بين الأمم المتحدة تدخل تحت الفصل السادس واستعمار البريطاني في سنة احتلال غردوس سنة 26 يناير. عملوا نفس الحكاية يعني، نقطع راس غردون دي شنو؟ نقطع فولكر. يعني هو عملوا موازنة ما بين تدخل زي ده الأمم المتحدة جبرت الدولة بطلب من الدولة مع استعمار قادم نهب الدولة والمهدية حاربته يعني. ما في علاقة. هي يبقى الحديث عن هذه الموازنات ما بين الحديث عن التدخلات الحميدة والتدخلات الخبيثة، كيف يمكن أن تكون موازنة التدخل الحميد وسيادة الدولة. بالتأكيد هي يعني حقب مختلفة ومشاهد مختلفة، مشاهدات في الحياة السياسية السودانية للتدخلات. ولكن وصولا لما ذكر يعني تحدث حتى السبعينات، في حديثنا عن نيروبي مثلا، كيف كان ترى هذه الاتفاقية؟ كيف يمكن أن يكون التدخل الخارجي في هذه الاتفاقية؟ نيروبي نفس الفكرة، نفس الفكرة الآن البتين، بل نفاشة. نفاشة دي حدث مهم جدا يعني. يا تيسير أنا عايز أقول لك ملف السلام تحديدا، ونفاشة دي استمرت فيها الجلسات والمفاوضات لتسعة أشهر. حتى هذه اللحظة لا تجدي سوداني كتب عن مفاوضات نفاشة. إذا أردت أن تعملي بحث عن السلام حتلقي كتاب هيلدا جونسون وزيرة الخارجية النرويجية، وده قصور مننا نحن. بيبقى التعامل مع الأسرة الدولية والاستفادة من خبرات المتراكمة في صنع اتفاقيات سلام في الوصول ل... وفي حاجة مهمة جدا، عضوية السودان في الأمم المتحدة بتحتم عليه والاستفادة من الأسرة الدولية وخبراته في مثلا دول ما بعد النزاعات اللي بيحصل فيها نزاعات، كيف إنه ما يتكرر النزاعات، الإصلاح اللي بيتم في الدول السياسي وغيره. لكن أنا بأكد بقول إنه زي بيحصل تشكيك في أجهزة الدولة. أجهزة الدولة السودانية دي جات الإنغاز ومشت، جات ديسمبر ومستمرة. في أجهزة الدولة السودانية عندها إمكانيات كبيرة جدا، سواء وزارة الخارجية السودانية، ودي بتزخر بمعرفة تراكمية كبيرة جدا، أجهزة اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أجهزة المخابرات العامة، دير كلهم بيدوا متخذ القرار الخلاصة في أي أمر يطرأ، أي تدخل، أي محاولة، أي تعامل. لكن أنا داير أقول إنه السودان في اتفاقية فيينا للعمل الدبلوماسي كواحد من الدول الموقع عليها، في تمثيل دبلوماسي لدول أخرى فيه، وفي تمثيل سوداني في الدول الأخرى وفق هذه الاتفاقية. والأمر ده بيستمر حتى الرباعية الدولية الآن اللي بيتم الحديث حولها، اللي بتحاول دعم العملية السياسية للوصول لحكم مدني، واللي هو حتى المكون العسكري أعلن موافقته أنه سيخرج من المشهد السياسي. دي كلها ضمن التفاعلات لدعم الانتقال الديمقراطي في دولة زي السودان، وده اهتمام من الدول الصديقة. لو تذكري أنا بس في عجالة أذكرك مثلا أصدقاء السودان في باريس، مؤتمر كبير الذي يقيم وشهده الرئيس ماكرون، وتم الاحتفاء بالشعر السوداني وبالشعراء السودانيين وبالثورة السودانية. ده بيصب في مصلحة السودان وفي دعم السودان. السودان لديه كثير من الأصدقاء الذين يهتمون لأمره، الذين يقدمون له الدعم اللازم ليصبح دولة ذات سيادة كاملة. صحيح، وهو الحديث دائما مثل هذا المؤتمر وغيره من الموجود من اتفاقيات أو تعاونات للتدخل الخارجي في السودان في هذه المشاهدات، يبقى الحديث دائما عن المخرجات. يعني حتى على أطار التراكمات التي ذكرت، حتى الآن يجب أن يكون مع كل هذه النقاط التي نتحدث عنها وكل هذه المراحل التي مر بها السودان في حديث عن الاتفاقيات والمفاوضات وغيرها، الكادر السوداني كيف تراه قدرته على الإدراك للتدخل الأجنبي، قدرته على التفاوض والتحاور في الاتفاقيات المختلفة؟
أنا بأكد تاني إنه الدولة السودانية دي نحن دائماً بيحصل خلط عندنا بين الحكومة وبين الدولة. الدولة السودانية لديها خبرات متراكمة معرفية. ما هو السيد السفير واحد من الخبراء الدبلوماسيين ولديه تجربة ثرة في عمل من عدة دول، وعدد كبير جداً من الدبلوماسيين من العاملين في أجهزة الدولة المختلفة اللي فصلتها قبل شوية. وأنا بشوف الناس لما تصدر الاتهامات جزافا بينسوا أنه في دولة وفي مكاتب وفي سفراء وفي قناصل وفي محللين بيعملوا معلومات وبيجمعوها وبيطلعوا، ما بيفتكروا كأنه الحاجة دي ملغية ما موجودة وأنه لا في تدخل بيحصل كأنه في غياب. لا، في دولة في عندها مغدرات كادر سوداني شارك في عدد من المفاوضات وقدم عدد من الاجتهادات. يعني لما السيد السفير ذكر لك انه بعض دساتير دول الخليج وضعت بواسطة خبراء سودانيين، هل ده كان تدخل في امر الدول الاخرى؟ لا، نحن زي ما قال بنتفاعل مع المجتمع الذي يحيط بنا وفق الاستراتيجيات التي تخصنا وفق الأجندة التي تخصنا كسودانيين. والحديث سعادة السفير عن هذه المخرجات، دائما في حديثنا عن هذه التراكمات للخبرات والتجارب المختلفة، الناظر في الواقع السوداني قد لا يجد يعني مشاهد حقيقية لهذا التراكم من الخبرات، فلماذا واقعنا حتى الآن معقد والحلول فيه معقدة بما أننا نتمتع بكل هذه الخبرات في التفاوض وإدارة الاتفاقيات والإدراك لهذه التدخلات؟ وسؤال ممتاز جدا. الناس سؤال ده برجعني أنه بقولنا بتكلم عن دائما بتكلم عن حيث ما فشل النخبة السودانية من الخمسينات، ده ما بدي فرصة للكادر، فشل النخبة السودانية ذاته ما بدي فرصة لكادر يشتغل في السياق اللي انت قلت ده، يعني لأنه نحن عندنا الصراعات السياسية بكل أسف. يعني سؤال مثلا من الخمسين، سؤال من مناسبة للمعلومية، أول دولة يمكن في العالم الثالث بعد 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 ماليزيا والهند يستغل بنظام ديمقراطي لبلاره تعددي يسمىه ويست مينستر ديموكراسي الثيوري البريطانية. لكن بكل أسف يعني ما استمر سنتين ودخلنا في الدائرة الشريرة دي بسبب تراكمات سياسية وصراعات سياسية خلت البلد 67 سنة ما فيها مشروع وطني جامع، ما فيها دستور دائم، ما فيها حتى نظام حكم معين. يعني فدي دي انت كيف تبع مع الفشل السياسي ده والصراع السياسي العسكري ده تخلي خبير ولا خبر يشتغلوا؟ ما ده السبب، ده السبب الاساسي في في في, في المساله بتاعت انه يعني السودان ده علم الخليج ده كله بنو السودانيين في الغضاء وفي في الاداره وفي في كله في اي حاجه. الناس السودان يعني في القانون بالذات يعني في قضاء حسنة وفي اشتغل في الخليج ده كثير جدا، وفي معلمين اشتغلوا في السعودية وفي اليمن يعني صدرنا، وفي حسب السودان في 7-6 ألف طبيب في 10 ألف طبيب من أيرلندا لبريطانيا. فدي عشان كده المشكلة الأساسية إنه المناخ السياسي مناخ غير معافى، يعني مناخ ما تخلي الناس عشان كده حسب المناسبة. وبعدين المشكلة الأساسية في البلد دي يعني حسب الأطباء في بلد زي دي يكون فيها 5 ألف طبيب ما لاقي لهم وظيفة. صح، ولكن المشكلة الأساسية كما ذكرت عن فشل الفشل السياسي ده هو المسألة دي. الحديث عن فشل النخبة السياسية كما ذكرت والحديث منذ الاستقلال حتى الآن لا توجد أسس تنبني عليها الدولة، وحديث عن البدايات الصفرية مع كل مرحلة يمكن في السودان، وفي حديثنا عن التدخلات الأجنبية يمكن هي مشاهد في الواقع، نريد أن نضع النماذج حتى يدرك حتى المشاهد في أنه أنواع التدخلات الحميدة والخبيثة. كنت قد يعني قدرت الحديث بين نيروبي، الحديث عن البحث عن الحلول في قطر ونيجيريا وغيرها، اتفاق أبوجا، مجموعة من المشاهدات التي كانت في الواقع السوداني. طيب بنقدر نأرخ من أنه 1972 اتفاقية أديس أبابا مع الأنانية كانت هي أول اتفاقية تعقد في عاصمة أفريقية، لكن برضو ما بنقدر نقول أنه السودان ما لعب دور تجاه العالم. يعني بياتريس لومامبا الزعيم الأفريقي العظيم كان السودان ملجأ له، كان في جنوب أفريقيا الرجل العظيم السيد مانديلا كان السودان بيستقبله، وكانت القضايا الأفريقية والدولية السودان محط لها كلها. طيب
لاحقا بدا السودان في التعامل سواء في أبويا سواء في لاغوس سواء في نيروبي سواء في عديد من العواصم العربية والأفريقية لبحث عن حلول لأزمات سياسية كانت ماسلة، خصوصا قضايا الصراع والحرب في دارفور، ودي شهدت تدويل كبير جدا جدا، ليس على المستوى الإقليمي بس على المستوى الدولي، بل دخلنا في عقوبات في مجلس الأمن الدولي في قرارات عدة صدرت تجاه السودان عشان الحروب اللي كانت بتمبل. إنه المحكمة الجنائية واحدة من المؤسسات الدولية الآن اللي بتظل سيف مسلط على كل من ينتهك حقوق الإنسان وغيره. 2005 قلنا نيفاشا كانت محطة من المحطات، لاحقا المبادرات المختلفة استمرت وصولا إلى 2019 بعد ثورة ديسمبر. السودان عاد للأسرة الدولية. من ضمن عودة السودان للأسرة الدولية الاستفادة من وضعه كعضو في هذه الأسرة ليجد المساعدات الكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي، وده كان سبب للإتيان ببعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في السودان. أبان الوزارة الفترة الانتقالية وتحت الفصل السادس، مش عشان بس الدعم السياسي، لا، قضايا النازحين واللاجئين، قضايا إزالة الألغام، ودي قضايا كبرى جدا يا أستاذة تيسير أنت تعلميها. عشان السلام نفسه يستقر لازم تلقى المساعدة الدولية اللازمة. الآن في قوات من أممية من أثيوبيا وغيرها موجودة في منطقة أبياي مثلا، حتى هذه اللحظة منذ بضع سنوات. ده كله بيأتي في إطار العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي. أنا بأكد أن السودان ظل دوما حتى يوم الناس هذا يدير التدخلات أو العلاقات الإقليمية والدولية بالحصافة الكافية بما ينفع السودان بأهداف السودان التي يبتغيها. والحديث يمكن قبل أن نتحدث نحن في أجندة الساعة نحاول أن نحلل مختلف الأحداث من زوايا مختلفة، حتى الحديث عن بحثة الأمم المتحدة تحت الفصل السادس قد تكون وجهت بردة فعل أيضا في مواجهات، لأن هذه البحثة يمكن أن تكون تدخل مصنف كخبيث، الذين يصنفون هذا التدخل كتدخل خبيث، كيف ترى موقفه سعادة السفير؟ طيب قبل ما أجيب السؤال حقيقة تكمل لي كلام الأستاذ تظيم، إنه السودان ده صحيح الأنظمة السودانية عسكرية ومدنية خارج الحدود كان عندها أدوار إيجابية كبيرة جدا جدا، ما عدا تقريبا واحدة كان بتاعت الموقف السودان من غزو العراق للكويت، دي كانت عملت بريد ديتريمنت لعلاقاتنا مع الخليج. لكن غير كده أمسك مثلا نميري مثلا في السبعينات، نميري ده كان من أكثر المناصرين للنضال التحرر الأفريقي الفني في حزمه لجنة التحرر الأفريقي في والمواجهة في جنوب أفريقيا. يعني نمر ده من وسط كان من إبداعاته إنه أبعت أكثر من آلاف الحمير للدول دي لأنها في الأدغال ما بتشيل سلاح بدون دقيق، فكان دي حاجة كويسة جدا، يعني بدعة من جميلة جدا يعني. ولذلك حتى ماندلا ذاته، رئيس ماندلا في جبل عبود هنا أخذ جواز سوداني. مش كده أشهر مؤتمر خاص بالشرق الأوسط 67 لا تستلات في خرطوم. فسوان بالعكس سوان برا بيستثنين فترة التجربة بتاعت الغزو العراقي للكويت، لكن كلها كانت تجارب إنسانية إيجابية جدا. السؤال لعب عسكري أنظمة عسكرية ومدنية سبحان الله كروس زبور، بس الفشل كله عسكري ومدني كان داخل الراهن السياسي، خلى البلد بدون أي يعني بدون دستور بدون إجماع وطني وهكذا. نجي لسالك بتاع الأمم المتحدة. طبعا في حاجة فهت على الناس كبيرة جدا، نحن مارقين السودان ده مارق من نظام 30 سنة، يعني كان فيه تدهور اقتصادي كبير جدا، يعني ورث وخزينة خاوية. طيب ما هو انت فيه متطلبات في المرحلة الانتقالية دي أهم حاجة فيها حاجتين، كان معاش الناس والسلام. طيب السلام ده عنده متطلبات كثيرة جدا جدا، ومن أهم متطلبات السلام ده اللي هو غافلين عن الجماعة دي هسه بالصراعات السياسية دي النازحين واللاجئين. البلد دي هل يا ترى هل دي ذاتها مثلا سكاندرس، يعني مثلا فضيحة للدولة يكون بلد الاتفاق السلام في جوبا ده صحيح هو إيجابية ظاهريا إيجابي،
ثلاث سنتين وثلاث شهور وثلاث اسابيع مرنا على الاتفاقيه دي. والجماعه ضحايا الحروب دي اللي هم الاهل في دارفور ديل ما بين نازح داخل في المعسكرات يختات من فوائد المعسكرات ولاجئين خارج الحدود حوالي 3 مليون تقريبا. طيب انت وبعدين عشان كده ممكن ندي هنا فرصه نتكلم ليه مثلا ما بجد ممانع ما بجد اي مبرر ليه مثلا مني واركو وجبريل يكون عندهم اعتراض دين مواجهه المجتمع الدولي عديلا. امبارح قالوا حتى جبريل قالوا رفض الدعوه لفولكر. فانت المجتمع الدولي يدعم الفرصه الصعبه دي شنو؟ عشان يساعد السودان في استغلال السلام ده وفي معاش الناس، معاش الناس معناه شنو؟ بلد كان معزول اقتصاديا ودوليا. الدكتور حمدوك قبل الانقلاب 25 اكتوبر كان قطع شوط ايجابي كبير جدا في موضوع يعني فك العزله الدوليه دي، استعادت علاقات السودان مع المؤسسات الدوليه الماليه المانحه اللي هي البنك الدولي، واستعاده مسار الهيبك اللي هي دي احفاء الديون في نادي باريس، ودي مسائل كانت دي بتهم معاش الناس والتنميه في البلد. ولذلك جات اليونيبيز دي جات بناء على طلب من الحكومه السودانيه، بناء على طلب الصوت الثالث بناء على الحكومه السودانيه، لان هي كوردينيتر. وهسه بتقولوا الناس في ناس بتقولوا انه فولكر ده عنده جيش وميزانيه، فولكر ده ميزانيه 30 مليون دولار كل الميزانيه بتاعت اليونيتانس، لكن هو كوردينيتر، هو منسق للعون الدولي اللي بيجي من القطري اللي بيجي من الدول او بيجي من الامم المتحده ووكالات المتخصصه، ده بينسقها. لكن انت اذا ما في استقرار ما في استقرار، ولذلك هي تدخلت في الامم المتحده في انه تحل النزاع، لانه انت اذا عايز تعمل استقرار تحول ديمقراطي في عوائق عليه لازم انت كمان تساهم فيها. ولذلك جاءت حكايه الثلاثيه ثم الرباعيه، عشان كده هم دين دارين يهيئوا الجو عشان البلد تستقر، عشان السلام ده يتحقق، عشان اتفاق السلام تلقى تنفيذه. ولذلك يعني المساله دي مساله انا ما بتلقى اي مبرر لزول يقول دين زي سموه حاكم قال ده فوق ده حاكم خرطوم. فدي مسائل طبعا للسلاك السياسي، ودي نوع من الفشل النخبه السياسيه اللي كنت اتكلم عنه، فشل النخبه السياسيه بس ده واحد من ظواهر المناسبه. وهو زي ما ذكرت هو فولكر اتى يعني حتى في القوائم التي ذكرت عنها التعريفيه بدعوه من دكتور عبد الله حمدوك للتدخل في السودان، ولكن استاذ الطاهر كيف ترى تدخلات فولكر حتى الان؟ طيب انا برضو داير اصحح، ما في ما يسمى بانه طلب من دكتور عبد الله حمدوك، دي حكومه السودان وفق رمزيه طبعا يعني وفق قرار بيتخذ في مجلس وزراء بتوصيه من وزاره الخارجيه. اللي احنا برضو خلونا نقول انه مساله الرمزيات مضره جدا، الترميز ونكاد نحن في الاعلام وانت ست العارفين بنسميه والترميز التضليلي. الطلب وفق طلب وزارة الخارجية وإدارة المخابرات العامة والأجهزة المعنية في أنه عايزين مساعدات لليونيتامس فنية. طيب المساعدات الفنية دي منذ اليوم الأول السيد فولكر ياريتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أكد بما لا يدع مجال للشك أنهم ليسوا بصدد التدخل في الملف السوداني، هم سيوفرون منصة ليلتغي فيها الفرقاء السودانيين لتيسير اللقاء بينهم. وأكد الكلام ده كم مرة وحتى اللحظة بيستمر في أنه نحن مجرد نوفر منصة يجلسوا فيها هؤلاء الفرقاء. لاحقا في جهد جاء أيضا من أصدقاء السودان في الرباعية الدولية استكمل الدور بتاع فولكر نفسه واليونيتامس، استعانوا بالإيجاد، استعانوا بالاتحاد الأفريقي في إطار مساعدة وأداء مهامهم في الانتقال السياسي. بيبقى الأداء بتاعه أنا بفتكر أنه المزايدة السياسية من البعض يحاول الاتهام والتخوين، ومن البعض الآخر يحاول أن يجعله بمظهر الملائكة، بينما أنه هذا هو موظف أممي لديه مهمة واضحة. ذكر السيد السفير أنه منسق للشؤون الفنية والإنسانية في السودان. بالتأكيد أستاذ طاهر، شاهدت المتداول في الميديا عموما أو الوسائط الإعلامية والسوشيال ميديا في حديث عن التقارير فولكر التي فيها شيء من التزوير وكيف يمكن أن يكون هذا تدخل خبيث وغيرها، فأيضا نريد تفنيد هذه الأحاديث. يعني شوفي آخر حاجة حصلت، قالوا السيد ممثل الأمين العام في مؤتمر ألغى بالميكروفونات حتى يضع جهاز الحاسوب بتاعه.
وشهود العيان أكدوا أن هذا الأمر لم يحدث. أنا داير أقول أنه في جهات العملية السياسية التي تجري والتي يكون فيها تيسير من الأمم المتحدة بالنسبة لهم هي الشيطان الأعظم، وأن استقرار السودان لا يهمهم بقدر ما يهمهم التشويش على ما يجري. وده ده ده دي إشكالية كبرى، إشكالية في الشخصية السودانية. مثل مسألة الميكروفونات دي تضح إنها فرية غير صحيحة تماما، ونفاها كل الذين كانوا حاضرين في المشهد. ده نموذج لأنه كيف بيكون في حرب ضد أي محاولات لصنع استقرار، أي محاولات لتوافق. إذن موضوع التقارير المزورة لم يكن صحيحا. التقارير المزورة دي، هل تعتقد يا أستاذة تيسير إنه مجلس الأمن الدولي الذي يشرف على ممثل الأمين العام ويقدم له تقارير يمكن أن يمرر أي مسألة فيها مخالفة للوائحه؟ وده مجلس الأمن الدولي كلنا بنعرف آلياته وأجهزته اللي بيعملوها. أنا بفتكر إنه من السذاجة بما كان إنه تصدر اتهامات. طيب نحن عندنا أجهزة قانونية في وزارة العدل على كل من يرى أن هناك تزوير أن يذهب ويفتح دعوة وبلاغ بواسطة محامي من حقه ويثبت هذا إذا حدث تزوير، لأنه ده ما حاجة سهلة. لكن أنا بفتكر برضو أنه الإشاعات، أنا ليه ذكرت قصة الميكروفونات دي، أقول أنه في جو من الإشاعات السالبة، في جو من التخوين، لا في خطاب كراهية، وانت إعلامية حصيفة وتدركي هذه العلل التي نعاني منها. وفي حديثك عن يعني القضايا السامية، يعني هل موظف الأمم المتحدة أن تفتح له قضايا داخليا في القضاء السوداني؟ نعم، إذا كان الأمر يمس السودان، الأجهزة العدلية السودانية، كل شخص موجود تحت أرض السودان يحق لهذه الأجهزة العدلية السودانية ما دام منحته تأشيرة الدخول للسودان أن يكون خاضع لقوانينه. وحديث عن التدخلات الأجنبية هو حديث ممتد، وذكرنا في السرد التاريخي وصولا لما بعد الثورة ديسمبر. الرباعية الدولية يمكن هي واحدة من أبرز الموجودين في الساحة السياسية السودانية تدخلا في الشأن السوداني، كيف ترى أداءها حتى الآن؟ أي طبعا في حاجة نقطة مهمة جدا، دائما الدول ما في مثاليات، ما في إسكس في العلاقات الخارجية، في حسم المصالح الانترست. يعني حس التحالف الرباعي ده ما 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 جاي لحاجة ايديولوجية او جاي يدعم التدخل الديمقراطية بيرسي في حد ذاته يعني، لكن تلاغت المصالح الاستراتيجية في موقع السودان الاستراتيجي والاقتصادي، ده تلاغت المصالح الرباعية دي في بعضها مع بعضها البعض، يعني سواء السعودية، الامارات، بريطانيا وامريكا، لأن المنطقة دي منطقة حساسة جدا. السودان عنده موقع جيوستراتيجي كبير جدا في تقالب عليه من الصين وروسيا، ولذلك التحالف الرباعي ده اساسا داير يحافظ اساسا قبل ما يحافظ التحالف داير يحافظ على مصالحه في المنطقه. وافتكر انه هم وصلوا لخلاصه انه الاستقرار في السودان ما بيجي بنظام عسكري، والتجربه بتاع 5 اكتوبر ماسله يعني، ولذلك هم افتكروا انه الاستقرار في السودان بيجي بالتحول الديمقراطي، الديمقراطيه بالانتخابات. عشان كده هم رموا بثقلهم في التحول في التجربه دي ويدعموا فيها من بدري جدا، يعني داني يخلوا التجربه الديمقراطيه نرجع التحول الديمقراطي عشان السودان ده. بعدين في حاجه مهمه جدا، التدخل امريكا، امسك خليك من السعوديه والامارات دي، خليهم الولايات المتحده الامريكيه، في ناس فايت عليهم معلومه مهمه جدا. الولايات المتحده الامريكيه دي شينا ما بينها، هي ممسكه ببلف الاقتصاد في العالم، مسك البلف تفل تفتح. معناه شنو؟ نوضح للناس، ما تبغى المثال الكلام. طيب اصلا مجموعه البنك الدولي دي ومعاه ثانيه مجموعات بنك، هم 5 زروع ومعاهم 6 او 7 من المؤسسه الماليه العالميه. المجموعه البنك الدولي دي هي فيها كل نحن ذات اعضاء فيها 193 دوله. لكن الناس حقوا يعرفوا معلومه مهمه جدا، انه 193 دوله دي ما زي الامم المتحده اذا قرار بيفوز ب 160 170 الموضوع انتهى. لا، بعدين هناك الامم المتحده طبعا عندها كانت تساوي الاصوات، يعني امريكا والسودان في الامم المتحده جنرال اسمبلي في الامم الجمعيه العامه مش مجلس الامن، اصواتهم متساويه. في 193 دوله في مجموعه البنك الدولي دي ما في كلام زي ده، كل دول بيصوت قدر مساهماته. بمعنى شنو؟ في حسب بيسموها الباور فوتنج، الباور دي هي القوه التصويتيه. طيب
انت عشان تحصل عشان تحصل غرائب مثلا السودان ده هسه عشان يحصل غرائب من وعد الوكالة الدولي عشان يرجع للسودان تنمية وقروض وكله الهيبك في باريس لازم يطلع لازم تعمل تعمل تدي الدلو اخضر اللي يوعد البنك الدولي معناه شنو؟ لانها بتمتلك على شنو؟ 17% من القوه التصويتيه واي قرار في المجموعه 193 ده عشان يمر داير 85% وبالتالي بعمليه حسابيه بسيطه جدا تقول مثلا اي قرار عشان كده مره كان انا في حاجه اسمها حبوب السحب الخاصه اللي هي دي سبيشال رايت دروينج سبيشال دروينج رايتس دي هي كان سنه 69 عملوها هي ما عمله بيرسي ما كرنسي لكن العملات الاجنبيه دي يعني لكن كل دوله عندها حبوب السحب الخاصه السعوديه عنده منازع عنده 400 500 لكن طبعا مجمد بسبب الانقلاب 5 اكتوبر حتى مره جبريل احنا وطبعا حبوب السحب الخاصه دي ما 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 عمله اكيد انت عندك الحق كدوله تشوف دوله تشتريها منك تستبدلي منك زي استبدال العمله مثلا عندك 450 سحب خاص ب 450 مليون دولار تلقى دوله تقايطة تديك لها جبريل طبعا حاول المحاوله دي لكن حيصدم بالفيتو الامريكي لما بيطلع قرار اللي امريكا تصوت عليه وبالتالي هي قصه امريكا دي احنا ما هي دي امريكا دي هي مثلا الناس تعاملوا معي بمبدا فقه الضروره يعني حسب مثلا حمدوك ضروره مثلا بسيط جدا لما دكتور حمدوك مشى جمع ال 330 مليون دولار دي مهمه جدا بالمناسبه 330 عشان يمشي لاسره الضحايا بتاعنا الكول وما كول طبعا هي مساله الانغاز ذاته يمكن الاتهام ذاته ما صح لكن ما في النهايه بقت امر واقع وبقت لازم السوان عشان نجمع نرجع للبنك الدولي وللهيبك نادي باريس لازم نحل المشكله لانه هناك امريكا دي دول بتاعت مؤسسات المواطن الامريكي ده القرار الامريكي الراي العام الامريكي ما بخلي امريكا الاتفاق الغايمه بتاعت الارهابي 93 دي ما ممكن تخليك تتعامل مع اي دوله بالمناسبه الغايمه دي ب 920 دوله و100 بنك مصرفي عالمي وعقبت البنوك دي ولذلك هي من الناس في الضروري يسموها حتى في الاسلام يسموها السياسه الشرعيه يعني انك انت طالما ماسك انت البلد دي لازم انت تدفع 330 دولار عشان نحن نرجع للبنك الدولي والهيبك لم تدفع دفعنا لكن شو الناس بيطلعنا يقول لك الناس يخموا 330 من البنك من الشارع ولا من السوق وسرقوا هذه المساله دي بعمليه الحسابيه الجميل دي ذاتها 330 مليون دي كان قصادي ولا بس انا قصادي اخر دقيقه بس كان قصادي شنو؟ امسك بس بنك التنميه الافريقيه ده كان مدينه الثوره 400 مليون اول حاجه بعد رفعت الغايمه الاسامي الذهب الترويكا بريطانيا والنرويج بالتحديد مسحوا ديون السودان من البنك التنمية الافريقي دي كانت 330 خليك مع الحزام الاحسابيه الولايات المتحده الامريكيه دي بيقولوا شيء طويل فيها دي عملت 2 مليون و200 مليون من البنك الدولي الصندوق الدولي عشان تخليك انت اليجيبول مؤهل تمشي لباريس دفعت اسمها قروض تكسيريه بريدج لونز عملتها عشان تمشي باريس فالقصه دي هي مثلا بتاعت الناس ما بيتكلموا طبعا السياسه اساسا هنا بيتكلموا اليوم باليوم بيتكلموا بطريقه بدون معرفه بدون دلاله على العلاقات الدوليه المساله دي حصل احنا دخلت لنا 800 مليون ثمرات ما تنسى الحكايه دي 800 مليون دي دعوه انساني بالمناسبه 800 مليون دي ثمرات سنويه دعوه انسان كان فيها 250 الف طن من القمح من حجاج من امريكا في 700 مليون دولار كان جاي للكباسيتي بيلدينج تعرفها انت من امريكا معطل مجمد هسه ولذلك المساله دي يعني لازم الاتفاق الاطاري ده بسرعه جدا هو طوق النجاه للشغله دي كلها يعني احنا لو ما الناس حصل الناس في 3 شهور في ديد لاين اللي هو منتهي 31 مارس ما ادوا لنا كان في ديد لاين 31 ديسمبر على اساس انه احنا ما نلغي مسيره الديون دي كان في قرار جاملونا دول 3 شهور ثاني يعني 31 مارس باي ارتفيرس ومارش الجاي ده لو ما حصل تطور تحول ديمقراطي وحكومه مدنيه خالصه 100% في البلد دي حيكون في قرار من مجموعه البنك الدولي بالغاء مسيره الاحفاء الديون دي حاجه خطيره جدا الديون دي مثلا فيها 60 مليون دولار الدكتور حمدوك كان عمل بوس الحي اسمها الديسيجن بوينت 14 مليون كان اللي كان ممكن تدفع وفي ظرف 3 سنين سند اكيبمنت بوينت اللي هي نقطه الانجاز يعني احنا كان ممكن مثلا المسار ده نمشي فيه نعفي ديوننا 31 ديسمبر ودي من اصعب المسار الناس حقه الناس يعرفوها المواطن السوان حاجه تمر تعرفها انه 31 ديسمبر ده لو ما حصل تحول ديمقراطي في السوان حيضطر الدوله تلغي المسار مثلا الاعفاء ده كله تلغي اي حاجه نخش في انهيار اقتصادي كامل يعني
صح، ويمكن هي زي ما ذكرت خطوات للعودة للمجتمع الدولي، قد تكون فيها موازنات أستاذ الطاهر ما بين يعني التدخل الأجنبي ما بين تصنيفه الحميد والخبيث وموازنات للسيادة الدولية، فكيف يمكن هذا التوازن في ظل المشاهدات التي نراها في الواقع للواقع الاقتصادي بشكل خاص؟ طيب هو برضو عشان أنا أقرب للمشاهد، الجارة العزيزة ليبيا مثلا فيها تدخل دولي، والآن في عاصمتين في مجموعة دولية بتناصر سلطة، وفي مجموعة دولية حكومتين وفي صراع دولي داخل ليبيا نفسها. لما تجي للمشهد السوداني ما فيه الكلام ده، ما في جهة ماسكة عشان يشيلوا سلاح ويقسموا دولة ويطلعوا، لا السودان بيحاول وفق رؤاه الاستراتيجية إنه يستفيد من كل دعم أو منح، استكمالا لحديث السيد السفير وهو العارف بالأمر تماما، إنه 31 ديسمبر الماضي في العام الماضي كان يفترض إنه يكون في منح بين قوسين وليس غروض بما يعادل 2.3 مليار دولار. صحيح. طيب عشان تمشي وين؟ عشان إنه ونحن الآن في وقت الكهرباء بتكون قاطعة كثير من البيوت، عشان 391 مليون دولار تمشي للقطاع الكهرباء وقري سري ويحصل ألمانية استقرار. أيوة سيمنز شركة ألمانية. كان في 500 مليون دولار عشان مشروع الآبار المياه، لكن تعلم الشمسية إنه في مناطق في السودان السيدة بتذهب حوالي 9 كيلومتر، وأنا رأيت هذا الأمر رأي العين. صحيح. بتقوم الفجر عشان تشيل لها صفيحتين بتاع موية عشان تسقي أطفالها. صحيح. ودي نسب مئوية بتتحدث عن إنه 45% من السودانيين لا يجدوا مياه شرب نظيفة. الكهرباء نفسها 36% بس بتمتعوا بها، حسب بيشتكوا بكوركو إنها قطعتهم 36%. السواد الأعظم الطاقة الكهربائية ما عنده، كان في دعم لأنه منحة بأنه تكون في طاقة شمسية في المسارات اللي تحدثوا عنها الخمسة. كان مشروع الجزيرة، وفعلا في فروق في النية جات كيف إنه مشروع الجزيرة يستعيد قوته، وده هو عظم الظهر بتاع الاقتصاد السوداني، وكيف يتم الترميم بتاع أبو 20 وأبو 6 وغيره. أنا ما عايز استفيد كثير، لكن دي فرص كبيرة جدا يستحقها السودان، لأنه هو أسهم للأسرة الدولية بكثير من الجهد وحقوق عضوته، هو كعضو في الأسرة الدولية يستحق أن يستفيد من هذه الأمور. خلينا أقول حاجة أخيرة، إنه إخضاع العلاقات الدبلوماسية مع الدول لميزان المزايدات السياسية بين الأطراف المختلفة، والمسألة دي ما الناس يفتكروها إنه ده النظام القديم بس هو اللي بيدعي اللي دعاه دي قالها الدكتور، لا في قوة سياسية تانية بتنظر للعلاقات الدبلوماسية بين الدول إنها شر مستفيض، وده كلام طبعا ما صحيح، وتشكيك في إنه الدولة السودانية وإنه وزارة الخارجية. يا أخي وزارة الخارجية دي وزارة كبيرة في شارع النيل، هنا فيها كم بتاع خبرات معرفية هائلة، فيها معاهد دبلوماسية بتدرس الآخرين من دول أخرى، وفي أجهزة في السودان ده أجهزة مخابرات عامة وغيرها بتدرس دول أخرى، بيعرفوا كيفية اتخاذ القرار وكيف رسم السيناريو الأول والسيناريو الثاني وبلان A وبلان B. والحديث عن يعني هذه التدخلات وزي ما ذكرت مشاهد مختلفة للتدخلات، ممكن واحد من المشاهد التي يتحدث عنها الجميع يعني السفراء، معروف أنهم أين يوجد السفراء الموجودين في أي دولة، حتى في حديثنا عن السفير الأمريكي نؤمن على حديث أن أمريكا زي ما ذكرت بيدها البلف وغيره، ولكن السفير الأمريكي يعني مشاهدات التي نراها لصور منتشرة في الإعلام وفي السوشيال ميديا في حديث عن وجوده في مناطق مختلفة في السودان، كيف للسفير أن يتحرك بهذه الحرية؟ هو طبعا هو السفير، طبعا السفير من مهام الأساسية إنه يخش في المجتمع ذاته، المجتمع اللي عايشه ده، دي ما فيها غضاضة، لكن طبعاً ما بيتحرك إلا بإذن من الخارجية، يعني بياخد إذن من بعدين هو مش ياخد إذن عشان توفر حماية له، حسب الأساس فيه مش حايم، بيكون في ناس حايمين هم عارفوا ذاته، عشان كده هو الحماية دي مهمة لمسؤولية الدولة، لكن ما في سفير قالوا بس أقول في سفارتك روح قريه وغصب. لا في بس في إنه أخذ العمل الدبلوماسي إذن سلفاً. معليش العمل الدبلوماسي ده فيه مهام ثقافية ومجتمعية واقتصادية وسياسية وأثرية وسياحية متعدد يعني،
على سبيل الذي يجول عسل مش جبل بركن مش ما مش ما وهكذا مش البيراوية مش النقعة فهو بيعرف البلد دي كانت سعيش ما في غضاضة في ده ما عنده علاقة بالتدخل التدخل اللي نتكلم عنه التدخل الخبيث يعني هو بيشي بيزي من الخارجية وافي لكن نرجع لحاجة مهمة جدا والله مهمة جدا طبعا هسا يصطلع أساسا هيد وبكل للأسف nobody gives the damn ليه مشكلة ما في زول بيهتم بيه عشان الناس ده يعني ان هذا بالرأس واحد من الظواهر خطيرة جدا جدا في العمل في الظاهرة الاقتصادية دي الليلة في شريحتين في المجتمع ده اصلا ما كان بتأثر بهذه المادة شريحة السوق وشريحة النقل جحظة لها توتر بارالايز يعني هي بارالايز توتر بارالايز يعني شلل تمام ودي مصر دي حصلت زمان غاز ما حصلت دي اصلا ما حصلت دي بالعكس زمان الغاز كان التجار ديل وناس النقل ديل بيستفيد من الازمة يرفع التذكرة يرفع السعر كده ما في مشكلة لكن هسه المشكلة ذاته في كساد في 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 آلاف التجار احنا بنعرف بنك الدولة العصيدون البنك المركزي هربوا بفلوس اللي خارج السودان مشكلة في تقارير خطيرة جدا جدا انه هسه في واحد من ثلاثة أطفال ما خشوا المدارس السنة دي عشان الرسوم وأخطر من كده أول مرة في تاريخ السودان يكون في رسوم في الجامعات من 300 ل 500 مليون صحيح. انا هو الطالب ده جاي من الاغاليم وجاي من كدع وهذا يودوه علموه عشان يجي وخش دي النخب دي الاليت دي الصفوه بتاعت الاولاد الطلبه يخشوا على الخرطوم يقول ادفع 500 مليون رسوم تسجيل في الطب فدي ذات المساله ذاتك دي مساله كاتاستروفيك دي مساله كارثيه البلد دي وصل لوضع كارثي جدا الناس بتصرخ هسه ما بين الماشي الغاهرة والماشي وما عارفين إنه البلد دي فيها أزمة اقتصادية بلد دي ما في حاجة بلد هل العقل يا أستاذ تيسير دولة 15 شهر ما فيها حكومة ما هو هي الدولة شنو الدولة أصلا عندها ثلاثة أضلاع تعريف الدولة ثلاثة أضلاع أرض شعب حكومة نحن أرض عندنا رغم إنه السقط على الجاي وياي الحكومة الشعب موجود مغلب على أمره الحكومة ما في ولذلك الناس عايشين حالة لا دولة الناس حفظوا المسألة دي نحن ناس عندنا من الناس بقى في الخارطة العالمية اختفى خالص لا داخل لا استيراد لا استثمار لا تصدير يعني هي وبعدين حس المشكلة الأساسية المعلمين حاجة خطيرة جدا المعلم ده هو ده الأساس مستقبل البلد إذا المعلمين حس ما قادر يقوم رتباتهم يعني الحديث عن الجامعات هسه مضربين فانت الى متى معليش اذا متى يستمر الدوله تعتمد على الضرائب والجبايات وهي الضرائب ذاتها نقصت بحكايه الحديث عن اخر حاجه الضرائب دي تناقصت بالركود الضخم اللي قاعد في السوق ده نحن نؤمن على حديثك حتى لا نخرج عن مجريات الحلقه بالتاكيد معاش الناس والحديث عن حتى الاطر المختلفه للقرارات القاضيه بال يعني رسوم الطلاب وغيرها سنتناولها من خلال اجنده الساعه ولكن هو جوانب مختلفه دعونا نتحدث عن اخر ما هو موجود في هذه الساحه السياسيه للتدخلات الاجنبيه وكيف يمكن أن يمضي السودان في ظل الموجود في معرفة الطريق لمصلحته حتى إذا كان في إطار تضارب مصالح دول أخرى تريد أن تتدخل في السودان شهدنا مؤخرا أستاذ الطاهر المبادرة المصرية ليعود أبي أحمد بعدها في حديث عن زيارة السودان وإحياء دوره الأول ما بعد الثورة ثم اليوم يتحدث الجميع عن يعني زيارة السيسي للسودان وغيرها من الجوانب التي يمكن أن تكون موجودة مؤخرا كيف لهذه التدخلات أن يستفيد منها السودان حتى إذا كانت هنالك أجندة سرية أو غيرها في أن نمضي في خط يمكن أن يحقق يعني الجانب الإيجابي لهذا البلد طيب الدور المصري الذي أتى متأخرا في الملف السوداني بعد 5 ديسمبر كان في اتفاق طارئ وقعته مجموعة سياسية مع مكون عسكري طيلة هذه الفترة في نهاية يناير حتى زار السودان مدير المخابرات المصرية وطرح أنه حيعمل ورشة وليس مبادرة الآن أي صحفي بيبحث عن هل في مبادرة مصرية بيقولوا لا نحن حنعقد ورشة للمجموعات السياسية تتوافق فيها في فصيل رئيسي اسمه الحرية والتغيير والقوى الموقعة لاتفاق الإطار رفضت هذه الورشة في هذا الإطار زار السودان رئيس الوزراء الأثيوبي طيب ما هي القضية التي تجمع أثيوبيا والسودان ومصر قضية سد النهضة لا يمكن أن نقفز حولها والقضية دي نفسها قضية فنية
الخبراء بتاعين وزارة الري هم المسؤولين عنها أولا وأخيرا، ومواقف السودان تكتيكيا واستراتيجيا فيها ماذا وكيف حيستفيد منها السودان. مؤكد أنه الدولتين مصلحتهم سد النهضة ده، وأن السودان هو البيوزن بيناتهم الاثنين، لكن مش بيجوا لسد النهضة تحديدا، بيجوا عشان يعملوا حاجة تانية توصلوا لمصالحهم في سد النهضة. أنا أريد أن أتحدث عن مصالح الدول. طيب مصالح السودان في أنه الدول الجارة دي كيف تساعده؟ يعني عدد اللاجئين اللي بيتونا من الدول الأخرى كم، وعدد لاجئيننا نحن عند الدول الأخرى كم؟ دي كلها مصالح متشابكة بيننا وبين الآخرين. لو موقفنا نحن كدولة سودانية قوي، سواء قوة سياسية سواء مكون عسكري سواء سلطة موجودة سلطة أمر واقع، لو موقفنا قوية لن يستطيع أحد أن يفرض علينا أجندة تماما. وهي الحديث عن الاستفادة من هذا المصالح حتى إذا كانت مطامع في تحقيق مصلحة وطنية للسودان، والحديث عن جوانب مختلفة، يعني الوضع المصرية يتحدث عن وجود 70 شخصية قومية أو شخصية وطنية للوجود في ورش في القاهرة. يعني أستاذ الطاهر، من هم هؤلاء الشخصيات؟ هل هم ممثلين لأنفسهم أم هم أحزاب؟ أم يعني شكل هذه التشكيلة التي يتحدث عنها بأنها 70 شخصية؟ طيب، هي في مجموعة رفضت الاتفاق الإطاري، مجموعة اللي اسمها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، هو طبعا ذاته الاسم حصل له تغييرات، كان أول حاجة انشقاقات مختلفة، أي موقعين على اتفاق سلام جوبا، بعدين بقت الحرية والتغيير توافق وطني، بعدين بقت الكتلة الديمقراطية، وديل هم عظم الظهر في هذه الرحلة وهذه الورشة، إضافة إلى بعض الإدارات الأهلية، إضافة إلى بعض الشخصيات. لكن بيظل أنه المجموعة دي من طيف سياسي واحد أو رؤية واحدة، اللي هي رفض للاتفاق الإطاري بما جاء فيه سواء كان جيد أو سيء، هم بس رافضينه. فكيف ممكن المسألة دي تطور حل؟ ده بيصبح السؤال. الأمر الآخر إنه القوة اللي ماشى برؤية واحدة، كيف ممكن تبلور رؤية دي عشان يحصل توافق وتقارب؟ ده بيبقى سؤال. لكن مثلا فجر اليوم في بيان صدر من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إنه التغى بهذه المجموعة الكتلة الديمقراطية، ووصلوا لتفاهمات بنسبة 95% حول القضايا المختلف على في الاتفاق الإطاري. هل طلعت هذا البيان صباح اليوم؟ شاهدت اجزاء من البيان امس، ولكن الحديث عن انه هل هذه الطريقه المذكور هو الحل عبر القاهره ام هو عبر الاتفاق الإطاري، يمكن هو هذا السؤال، وهل يمكن ان ينجم ذلك عن حل قريبا سعاده السفير؟ هو طبعا المشكله الاساسيه اجتماع القاهره ده، ما هو هيكون نسخة كوبي بيست من اجتماع روتانا. بمعنى شنو؟ ما هو اجتماع روتانا انفضى ليه؟ لأنه كنا دي كلهم قاعدين كانوا في الغاء. طيب كان غايب منه؟ غايب الحرية والتغيير المركزي. طيب ما هو لازم أن يكون في طرف غايب؟ من يحاول من؟ لا، إذا تحدث عن توافق بين نسبة 65-75 حتى الآن، هل يمكن دي أن طبعا دي مسألة، هو دي حس المشكلة ده داي نقطة تاخد دا زي المادي. هو المشكلة الأساسية في الاختلاف الأساسي ما بين الكتلة الديمقراطية وبين الحرية التغيير المركزية، يمكن يكون لو بيجي واحد فيهم ده هو المشكلة بتاعتي، إنه الاختلاف حول بقاء العسكر في السلطة. بمعنى شنو؟ الكتلة الديمقراطية ده ترجعنا لإعلان الوثيقة الدستورية 29 المعدلة دي، فيها شراكة كويس، فيها شراكة مع الشراكة بين مع العساكر. الكتلة الأهل السودان دي رجعوا لي 2005 نظام رئاسي، ما هو الخلاف بيجي هنا، لكن الإطاري ده بينهي خالص أي مشاركة للعسكر في السلطة مدنية 100% خالصة. فهم هيتلاقوا كيف؟ هو ده طرفين نجيد ماشيين في خطين متوازيين، ده بيقول ده العسكر يقودوا أي سكن الأسكان. 75% قالوا، هو أنا كان متوقع من صندل المباراة يقول 5% دي شنو؟ لأنه 5% دي بقت إنه هم مصرين إنه نرجع ل 20-19 معدلة، ما تمشي لقدام، دي ضد الشارع وضد الاتفاق الإطاري. عشان كده القاهرة ده هيكون كوبي بيست لروتانا
لانه الاطراف الاساسيه ما موجوده فيه. وهذا بالتاكيد يعني البحث عن حلول يبقى قائما، وهذا ما ستسفر عنه الايام القادمه. سنلتقي بالتاكيد في اجنده الساعه لنتحدث عن النقاط القادمه في هذه الاتفاقيات المطروحه والمبادرات المختلفه. شكرا لحضوركم في اجنده الساعه لليوم، الاستاذ الطاهر المعتصم الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا سعاده السفير الصادق المقلي، وهو حديث دائما في اجنده الساعه عن مختلف الاحداث الموجوده في الساحه السياسيه وتناولها بشيء من التحليل. وكان حديثنا اليوم في اجنده الساعه عن التدخلات الاجنبيه ما بين الحميده والخبيثه. حتى الملتقى الاسبوع المقبل، هذه تحياتي وفريق العمل، في امان الله.